اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هعمل النهارده جمبري بالكاري بس مختلف شويه، وهعمل معاه رز بالجمبري والشبت. ابتدي الاول بالجمبري بالكاري. المكونات: جمبري وسط متقشر ومتنظف، بصل، كزبره فريش، ثوم، وبودره كاري. يعني ايه مختلف؟ يعني مش هستعمل مش هحط لبن جوز هند، هعمله بس كده من غير لبن جوز هند. هحط حوالي 3 معالق زيت نباتي من زيت زيتون. اكل الفار ايست او الشرق الاقصى ما بيستعملوش خالص زيت زيتون. وهقطع البصله دي كلها نص كده، قطع حلقات يعني نص حلقه. الفرق الوحيد بس ان انا مش هحط لبن جوز هند، يعني مش هيبقى فيه صوص. لو عاوزين نزود صوص وما بنحبش لبن جوز الهند ممكن نحط عليه كريمه لباني. وهحط البصل في الزيت واحط عليه معلقه صغيره كده من الملح علشان نبقى ايه تبلناه، وعلشان كمان يبتدي يطرى. ناخد معلقه خشب نديله بس كده 10 15 20 ثانيه لحد لما يبتدي يطرى، والنار ما تبقاش جامده قوي. لو النار جامده قوي هيتلسع، يعني هيبتدي يغمق ياخد ايه لسعه، وهياخد على حسب حجم فصوص الثوم. يعني دول مثلا نقول ايه 4 فصوص كفايه. وهقطعهم برضو زي البصل، وانا معايا وقت لحد لما البصل يطرى. بس اهم حاجه مش عايزينه ياخد لون خالص، بس يطرى شويه صغيرين. خلص كده ايه. طبعا الكاري لو مش موجود او مش متوفر، هو متوفر في كل حته بس هو سهل قوي. يعني بيتحط عليه ثوم، اسف، بيتحط عليه كمون وكزبره وجنزبيل وكركم وكمون، كل ده باودر بيتخلطوا مع بعض. طبعا بيبقى فيه المكون اللي مش موجود اللي هو ورق الكاري نفسه، بس اعتقد ان هو بقى موجود في كل حته دلوقتي. مجرد ما هياخد البصل يطرى كده هحط معلقه كبيره من الكاري وهقلب. هتلاقوا بقى ايه لونه، الكركم اللي عليه بيخلي لونه يصفر. وبعدين نوسع حته كده وناخد الثوم. خليه كده لحد لما الثوم يبتدي ياخد ايه نفس الطعم ويبتدي يطرى شويه وريحته تطلع. بعدين هقلب، وتبقى دايما زي ما قلت لحضراتكم النار مش حاميه قوي، لان النار لو حاميه هتلسع كل ايه المكونات. نوسع كده، هننزل الجمبري بس ايه نحاول لو في شويه من الميه ولا حاجه ما ننزلش الميه دي علشان ما نخليش الجمبري يتسلق. نخلي الجمبري يستوي من غير ما يتسلق، الميه الزياده هتخليه يبقى مسلوق اكتر. يعني سهله وسريعه وما بتاخدش وقت خالص وما فيهاش اي حاجه معقده. هوصل الجمبري، طبعا الجمبري ما بياخدش يمكن دقيقه ونص دقيقتين بالكتير ويبقى استوى، بس المهم من ايه نوصله للطاسه في كل حته كده. بعد ما حطيت الجمبري هاخد شويه كمان من الملح رشه كده، وممكن احط شويه من الفلفل الاسود كمان. وطبعا لو بتحبوا دايما الكاري بيبقى دايما حراق، لو عايزين ممكن احط شويه شطه بودره. ممكن بقى ايه نقلب الجمبري كده واحده واحده على طول ما بياخدش سوا، وما تزودوش عليه قوي سوا علشان ما ينشفش. ونفتكر برضو ان الاكل بالذات السي فود بعد ما بيطلع من على النار بيفضل يستوي، السخونيه اللي فيه بتفضل تسويه. نقلبهم كده كلهم. بحرك كده علشان مفيش حاجه تمسك في الطاسه، يعني دايما افضل احرك الطاسه كده علشان مفيش حاجه تمسك. وهياخد بقى ايه كزبره الفريش. لو لقينا ان كل المكونات نشفت وبقت الطاسه تحس ان هي ناشفه ما فيهاش صوص ممكن نزود عليها شويه ميه صغيرين.
يعني هحط يعني ايه ممكن نقول ربع كوبايه او اقل من ربع كوبايه ميه، حاجه بسيطه خالص. هقلب كل ده مع بعض كده، خلي فيه شويه بس من الصوص كده تحت، حاجه بسيطه. لو مش عاوزين فيه صوص خالص عايزين ناشف، سيبوها كمان دقيقتين ثلاثه على النار، هتلاقوا الايه كل اللي فيها ده ناشف. والبصل والثوم كل ده مع طبق الرز اللي جاي بقى ده مع بعضه بيبقى لذيذ قوي. اهم حاجه بس خلي بال حضراتكم ان الكاري والكركم لو هنطبخ وايدينا مش لابسين جوانتي بيلزق وبيعلم وبيقعد فتره طويله ما بيطلعش. نحط ليمونه وايه وطماطمايه. يبقى اول طبق كان جمبري بالكاري. هطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم رز بالجمبري والشبت، خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت من الفاصل، عملت اول طبق كان جمبري بالكاري، هعمل دلوقتي رز بالجمبري والشبت. المكونات: جمبري وسط متنضف ومتقشر، رز بسمتي مسلوق، بصل، ثوم، بابريكا، شبت مفروم وزبده. حط الطاسه على النار وهاخد البصله كده على جنب. اخد البصله دي، هعمل ايه بقى؟ احط الجمبري الاول على النار علشان يستوي، وبعدين هشيل الجمبري من على النار لان لو سبته على النار هيبقى ممكن ياخد سوى زياده شويه. فهعمل ايه وانا بقطع البصل؟ هاخد دول كده معلقه زبده، هاخد معلقتين زبده بس بسرعه، احط معاهم حاجه بسيطه من الزيت علشان الزبده ما تتلسعش ولونها يتغير. هاخد الجمبري وهسيب بقى الجمبري ياخد سواه على طول، بس ايه نوزعه كده. واكمل تقطيع البصل. الاكله دي حلوه قوي عشان لو في رز استعملناه او اكلنا منه وفضل منه شويه ومش عارفين نعمل بيه ايه نقدر نستعمله، وعلشان كمان مع الجمبري بالكاري هيبقى ايه مظبوط قوي. هحط شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، شويه كويسين من البابريكا، وأقلب الجمبري. ممكن أقلب بدي برضو، مش هياخد وقت خالص، بس المهم ايه نتأكد ان كل واحدة وصلت الطاسة وان هي ايه يعني اللي ما تقلبتش تقلب، والبابريكا والفلفل والملح يبقوا وصل له، وما نزودش على الجمبري في السوا خالص. كده الجمبري ايه استوى. لو انا حطيت البصل وسبت الجمبري لحد لما البصل يطرى هنلاقي ان الجمبري نفسه هيبتدي ينشف، فانا بطلعه تاني في الطبق كده عشان يفضل دايما جوسي يعني طري من جوه ويفضل طعمه كويس. هناخد زيت في نفس الطاسة، هاخد نقول معلقتين من زيت نباتي، هي بس دي بتاخد وقت على ما بتنزل الزيت. نحط البصل، وكل ما بنزود مكون بنديله شويه من الملح عشان يبقى مظبوط، بس حبه صغيرين يعني ما نحطش كتير. هاخد فصين ثوم كبار، وبرده مش عاوزين البصل ياخد لون خالص، هو يفضل زي ما هو بس ايه يطرى شويه صغيرين.
كده تمام. وادي الثوم هقلبه 10-15 ثانية، مجرد بس ما ريحة الثوم بتطلع هكمل بقية المكونات. نخلي بالنا بقى من الشبت، نخليه دايما في الآخر علشان ما طعمه ما يتغيرش أو طعمه ما يبقاش مر شوية لما بيتحط على النار. والرز طبعا اي رز ينفع، يعني سواء رز بسمتي او رز مصري عادي، بس الاكلات الاسيوي كلها بتبقى اغلبها بالايه، بالرز البسمتي، عندهمش الرز العادي بتاعنا. احط شويه من البابريكا، هزود سنه ملح صغيره، نقلب بقى المكونات دي كده. والجمبري كده، الرز مستوي والجمبري سويته والبصل والثوم اتشوحوا. هقلب لحد لما الصوص الخفيف اللي في الجمبري ده يبتدي يتشرب، واحط الشبت ربع كوباية واقلبه. كده خلاص ممكن اشيله من على النار لان كل حاجه استوت. زي ما حضراتكم تحبوا بقى، لو عايزين تخلوه يبقى طري شويه يبقى فيه شويه صوص خلاص نطلعه دلوقتي، لو عايزينه ينشف خالص خالص يبقى فرايد رايس، يعني يبقى كل حبايه لوحدها نرجعه على النار تاني لحد لما كل حبايه تبقى متماسكه. بس هو كده كويس قوي. طبق بقى، طبق ده كويس. ناخد شوية كمان من الشبت، نحط معاه ليمونة وقطعة من الفلفل عشان يبقى شكل الطبق حلو. يبقى أول طبق كان جمبري بالكاري، وتاني طبق رز بالجمبري والشبت. ألف هنا وشفا، وأشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.